عالم الموضة عالم كبير وواسع، عالم مرتبط بالفن والإحساس بالجمال. الله، ولا غلطة. I love the look. اليوم شفنا إبداعات خارج عن المألوف. حلقات مشوقة تجمع ستايلات كثيرة بالموروث الثقافي السعودي. ستايلست من حول السعودية حنشوف إبداعهم بتنسيق المظهر بالكامل. مرفة مكي، فرح الخالد، مشاع السباعي، دولي أحمد، درست إعلام، وأنا ممثلة، درست UK and USA law. أخصائيتي تجميل روان العمر حنين خوج يرافقان ستايلست لمساعدتهم في إكمال اللوك بكافة المواضيع والتحديات. اللاشز أخليها بلون الفستان، ممكن أحط الإكسترسات على نهاية العين لأنه عشان نبرز اللوك حق النجوم. يقدم برنامجنا خبيرتي الموضة والجمال ريم فيصل، مصممة أزياء متميزة بخبرتها في تصميم الفساتين. قدمت إسهامات مهمة ومختلفة في الإرشاد الشخصي بعالم الموضة. أما تلفزيونياً فظهرت كمرشدة في برنامج الموضة الأشهر على قناة NBC Project Runway Middle East. وأخيراً ريم فيصل تركت بصمة بكل مرحلة من مراحل تطور الموضة السعودية. نجلاء زيني شخصية رائدة في صناعة الجمال، تعتبر أول ميك أب أرتست سعودية متخصصة في تزيين المشاهير والعرايس، معروفة بقدرتها على إظهار ملامح المرأة لطلة متألقة على الريد كاربت وفي أضواء التلفزيون القوية. اعتمدت نجلاء من قبل أكاديميات عالمية معروفة. يظهر شغفها بعملها في كل حركة فرشاة، وبفضل مهاراتها أصبحت نجلاء الخيار الأول للكثيرين. ريم ونجلاء هم أيضاً أعضاء بلجنة التحكيم مع ضيوف بارزين بيثروا محتوانا. اللوك مستوحى من التراث الحجازي. اللافندر فكرته جميلة جداً، صراحة أبدعت فيه. كل حلقة موضوع، شعر خيل، ليل وقمرة، نسيم جبل وشبة نار، وكل موضوع مصدر إلهام لتحديين مو سهلين. اللي مطلوب منكم تحضروا لوك فانكي، ابتكروا لوك مستوحى من بحر أملج. في منافسة ودية تحصل فيها كل ستايلست على مهارات ونصائح كثيرة. رموش أطراف تطلع حلوة، تمشي مع الوينج لاينر الذهبي يخلي اللوك مسائي. والستايلست اللي حتحصل على مجموع نقاط أكثر حتفوز بلقب أحلى ستايل. مبروك، أنت الفائزة. كل هذا في استديو ستايلي. اسمي نورة بحيري، مصممة أزياء من الرياض، وعمري 24 سنة. درست فاشن ديزاين في معهد رافلز للتصميم بالرياض، وحالياً بدرس بنفس الجامعة. أول شخص خلاني أحب الفاشن هي ليدي غاغا. أحب كيف كل لبس مع أنه شكله غريب له قصة. كفاشن ديزاينر أحب أني أبين بصمتي بالملابس. مع رؤية 2030 قاعد يتغير أشياء كثيرة، وحلمي أكون جزء كبير من التغيير اللي بيحصل بالسعودية بالنسبة للفاشن. اسمي طاح الدوسري، عمري 29، من الرياض. بالبداية درست في إدارة الأعمال، لكن كان عندي شغف كبير في الفاشن. رجعت درستها وامتهنتها من 2018. بديت أصمم العبايات. آخر قطعة اشتغلت عليها مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، كانت بيوم التأسيس، يحكي عن التراث السعودي. أنا موجودة اليوم باستديو ستايلي، ما راح أطلع من هنا لأنا ربحانة بإذن الله. يا أهلا وسهلا فيكم نورة وأفراح، حاسة منكم طاقة مفعمة بالحيوية والنشاط للتحدي حق اليوم. أنا وريم حنقيم لوكات التحديين اللي حتعملوهم خلال الحلقة، لكن مو لوحدنا، معانا ضيف شرف. ضيفتنا اليوم شخصية بارزة ولامعة في المجتمع، شغلت الكثير من المناصب والعضويات، كعضوية المجلس الاستشاري في المنسوجات والأزياء بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز. أيضاً هي سفيرة للاستدامة للأزياء في السعودية. هي عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأزياء المهنية السعودية، ورئيسة الاتصال المؤسسي والمعرفة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية. قادت العديد من المبادرات في التنوع والشمول مثل التنمية البشرية والاقتصادية وتمكين المرأة.
هي أيضا كاتبة مستقلة معتمدة ولديها عمود في جريدة اليوم. مثلت المملكة أكثر من مرة في اليوم العالمي للمرأة، كما مثلت المملكة مؤخرا على الصعيد الدولي كعضو مؤسس في لجنة تمكين المرأة في التعديل. هي عضو معتمد في برنامج جورج تاون جلوبال دايفيرسيتي ليدرز. معنا الأستاذة والمستشارة رنا زمعي. لما شفت أستاذ رنا مرة تحمس. قد سمعت عن التغييرات اللي هي سوتها بالفاشن اندستري بالسعودية، قلنا هي الضيفة عندنا اليوم وأحس إني أنا محظوظة. وبكذا اكتملت لجنة التحكيم. المملكة العربية السعودية غنية بتنوعها الجغرافي، نجد فيها غابات، جبال، وديان، سهول، شواطئ، وأكيد صحاري. لما نقول طبيعة في الموضة يعني ألوان، أشكال، وأحجام، منسوجات. مثلاً في لبس الصحراء نركز على قطع ناعمة وألوانها ترابية مثل الرمال، بلوك ذوق رفيع وعلى الموضة. رنا، ممكن تبلغيهم عن التحدي الأول حق اليوم؟ تحدي إنكم تستوحوا لوك يومي من قوام وأشكال ومظاهر الطبيعة في المملكة العربية السعودية الغنية بها. صعب إن الشخص ينسق لبس كامل عن الطبيعة بالسعودية. أبغاكم تركزوا في الملمس، في الطبعات، وكمان القصة الخارجية اللي هي السيلويت، بحيث تربطوها بتضاريس الطبيعة السعودية. حاولوا إنكم تستخدموا أكثر من معلم كمصدر إلهام في تنسيقكم. هذا أمر مو سهل، بس اتأكدوا من التجانس ومن إنه اختياراتكم تكون موزونة. في المكياج ممكن تستلهموا من الصحراء الألوان الترابية، ومن المزارع الخضراء الألوان الفريش الفاتحة، ومن حقول الزهور الألوان الزاهية. أما بالنسبة للشعر فلازم يتناسب مع الملابس وما يغطي على تفاصيل الميكب. النصائح اللي عطونا إياها جدا مفيدة وخلتنا نركز على الأشياء المهمة. التزامكم بنقاط التحدي اللي ذكرناها والنصايح مرة مهمة عشان تجتازوا بنجاح. كل واحدة عندها بغرفتها الخاصة مجموعة ملابس، لازم تبدعوا في اختيارها وتنسيقها. معاكم ساعة واحدة بس عشان تجهزوا اللوك الأول. صراحة ما توقعت ساعة واحدة، تحدي مرة كبير. وحنعطيكم شوية وقت كمان عشان تسووا بحث مناسب للتحدي، كمان مود بورد، وبعدها حتتقابلوا مع المودلز. تقدروا تتفضلوا. لما جيت أبحث عن الطبيعة بالسعودية أكثر شيء لفت نظري جمال الصحراء الشمالية. بديت أبحث عن منطقة الوسطى اللي هي نجد، على طول جاب بالي درجات الألوان والأشياء اللي راح أضيفها. طبعت الصور وحطيتها قدامي بالبورد، لقيت أشياء كثيرة وأجرب كذا شيء قبل أني أنا أختار اللوك النهائي حقي. أهلاً، جداً مبسوطة أني راح ألبس موديل سعودية. شعرها كيرلي، لون بشرتها مناسب جداً لللوك اللي راح ألبسه. الحين راح ننسق اللوك الأول، تمام؟ اللوك الأول مستوحى من الطبيعة، لون الأخضر لون الحشائش اللي في الأرض، واللون الأزرق لون السماء. طيب، فيك تلبسينهم من فضلك؟ شكراً. أهلاً، كيف حالك؟ الموديل جسمها شوية صعب لأنه مو متعودين نشتغل عليها بالفاشن اندستري. هذه الفستان نبدأ فيها ونحاول نعطيها شوية حياة. تفضلي مع هذه الشوز. الاكسسوار مرة شيء مهم بالنسبة للستايل اللي أنا اخترته. محتارة وش أحط، هل أحط الحزام؟ إلى الآن ما ثبتت الأفكار. خلاص بنجرب حاجة ثانية، تمام؟ على طول فكرت باللوك اللي بعده، تنورة بيج توب في رسمات توحي جبال بألوانها. بعطيك البوت مرة واحدة.
ضيفة شوية أكسسوريز. أنا أحس هذه الشال إذا خليناها كتوب يمكن يطلع أحلى، نستخدمها بطريقة غير. خلينا نربطها من ورا، نجربها كذا الألوان تصير مستوحى من الواحات ومن الرمال اللي بالصحراء السعودية. هذه الحلقان يمكن تمشي مع الألوان اللي موجودة بالشال. جربت كذا أكسسوريز معهم، حاولت أني أخلي اللوك أحلى أو نعطيها شوية دراما. أحس لسه يبيلها زيادة، ما عجبتني مرة. خلينا نجرب لوك ثاني. خلينا نجرب هذه الفستان مع هذه الجوز. اللوك الثاني مستوحى من غيوب الشمس، لون الأصفر واللون البينكي أكثر ألوان أستخدمها بتصاميمي. بس ترجعي بنسوي لك ستايلينج وكمان أكسسوريز. أفراح ونورة، باقي من الوقت 20 دقيقة فقط. وقت الحين قاعد يمر مرة بسرعة وأنا متوترة لأن لسه في كم لوك أبغى أجربها على الموديل. يس. اللوك الثاني اللي استوحيت من المنطقة النجد الوسطى، معالمها ترابية جبلية، تحتاج إلى أشياء تبرز هذا الشيء أكثر. أشياء اللي أبغاها. في قطعة شال فيها كريستال، جاء إلهامي من أنها بالنجوم من سماء نجد في وسط الصحراء. ولا خلينا قصة. مسكتها وقصيتها وحطيتها على الكتف. لبس الخماس. حطيت المشبك على الجنب زي الوردة، يبين تفاصيل التنورة بشكل أحلى. معلش تلفين بس شوي. أيوه لفة. أفراح يا أفراح، أهلاً. تمام. إيش سويتي في اللوك حق اليوم؟ استحيت اللوك من سهول نجد. هذه إيش، مشابك اللي أنت حاطاه؟ أي حسب التنورة جاية كذا. مرة حبيت التفاصيل وأهنيكي. تسلمي. التفاصيل الصغيرة للستايلس شيء مهر مهم، بيوضح قد إيش أنا عندي فكرة وأنا بوصلها. شوفي أنا ماني متأكدة إذا أنت هو هذا اللوك فعلياً اللي حتنزليه على الرانوي أو لا، بس مبدئياً عجبني الاتجاه. ولو أن ريم مرة حبت هذا اللوك ومدحته، لكن أنا حابة أعطي أكثر ما عندي، فقعدت أنسق اللوك الثالث. تفضلي لبسي. معليش بسرعة بسرعة نلبس. يلا شكرا. الحين هذه أكثر سانشاين وسانست، بس لسه لازم إحنا نعطيها أكثر، نحطها أكسسوريز وستايل إت أب. I like this. حاولت أخلي اللوك أحلى، بس حسيت إنها ما نفعت مرة مع التحدي اليوم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. بليز حكيني عن اللوك. كنت حابة أخذ الطبيعة السعودية بشكل مو literal. Is this your final look ولا لسه شغالة عليه؟ لا أنا قلبي مو مرتاحة عليه صراحة. أوكي ولا أنا. مسؤوليتك إنك تنسق اللبس مو بس على حسب الثيم والتحدي، بس برضو مدى تناسب التنسيق والقطع على الموديل. أنا ما كنت مرة مقتنعة، ففهمت وجهة نظر ريم بالموضوع. إيش لك لنا we will scrap this look ونسوي لوك جديد. خلينا ناخذ هذه الجمسوت، ألوانها تشبه رمل الصحراوي تقريبا، ننسق مع هذه الشوز رملية. لبستها التنورة بألوان الغروب فوق الفستان البني. الاكسسوار هذا قطعة حلل وحطيتها فوق التنورة. معليش بس تنزلين تمشين أشوف اللوك. جربت أطلع خارج الصندوق، اللوك راضي عليه رضا تام. الحين عندنا الأساس لازم نبني عليها، يبيلنا شوية تغطية من تحت وشوية ضيق عليك الجمسوت. خلينا على هذه التنورة كذا صار اللوك أفضل، بس لسه إحنا وينيت الجمسوت أطول شوية. حبيت أجرب كم حزام يكمل اللوك. هذا اللون يجي بين الدرجتين ومتناسقة معها، كأنها وردة وبرضه بنفس الوقت كأنها شمس. ستيل احنا محتاجين اكثر. تجربت اني البس هالحزام بشكل غير، وهذه الحلقان تمشي معها تقريبا نفس درجة الذهبية وتصير تمثل الورود الصحراوية. كمان عجبتني هذه الهات، بس ما ابغى اخليها على طبيعتها، يبيلي اضيف اخر تاتشز عشان يكمل الفكرة حقتي. احس انا عارفة اي لوك راح اختاره، ما في اي لوك يكتمل غير مع الشعر والميك اب. الصحراء بالمناطق الشمالية
فيها لافندر، فحابة أدمج فكرة اللافندر بالمكياج والشعر. حلو، يعني نسوي لها شيء في العين بنفسجية. يس. شوية خضار إذا أنت حسيتي إنه لايق شوية مع اللوك. رأيك كمان مو فقط الآي شادو يكون بنفسجي، نضيف عناصر مثل الكريستالات، حاجة تخليه يطلع حديث وانترستينج للعين. حلو، بقية الوجه كله ناشل وكل التركيز راح يكون على العيون. الشعر والميك اب يضيف أشياء كثيرة على اللوك، إذا هي كان شعرها غير أو مكياجها غير راح يغير الحكاية كاملة. بالنسبة للشعر برضو حابة أضيف فكرة اللافندر، بس أبغى أخلي شعرها طبيعي ويفي يعطيكي إحساس الصحراء. استوحيت اللوك من الجبال والرملة، راح ناخذ ألوان البني بدرجاته والترابي كمان الذهبي بالإضافة إلى ألوان الغروب. يعني تبى تدخلي اللون الأحمر مع الألوان الترابية؟ يس. yes. أوكي. بما إنه العيون هي already فاتحة، هنسوي very soft smoky ونخليها red lips. بالضبط. وبما إن شعرها كيرلي وقصير، ودي إن لوك يتماشى مع الطبيعة، ممكن نضيف رفع على الجنب أو من الأمام. أنا متأكدة إن الموديل بأيادي أمينة، وإن شاء الله راح يكون اللوك الرابح. بإذن الله. نائب رئيس مجلس إدارة الأزياء السعودية، كيف بيخدم هذا الدور الأزياء؟ دوري هو تمكين المجتمعات وإيجاد الوظائف للسيدات في القرى من خلال إنشاء المصانع، ومو بس أنت بتنشئ المصنع وبتزوديه بالأجهزة اللازمة، أنت كمان بتوفر التدريب التقني، التدريب العملي، بتحرص أن الخياطة بتكون مثقفة. هذا العمل يسمى تمكين المجتمعات في قطاع المنسوجات والفاشن. وأعتقد يمكن من أهداف الجمعية تسلط الضوء على الشباب والجيل اللي طالع الموهوب، وتبدأوا تاخدوا بأفكارهم الجديدة والإبداع. بالضبط، هي لأنه الاستدامة أحد القيم والفاليوز اللي تعتمدها الجمعية. ما شاء الله مسيرة حافلة بالإنجازات، كيف بتقدري ترتبي مسؤولياتك؟ من أهم المهارات اللي يتميز بها الواحد لا ينجز ويوصل، خاصة لو كان عنده طموح وبيشتغل في الشغف، تنظيم الوقت وتنظيم المسؤوليات والأولويات. كعملي في وظيفتي الأساسية هو دوامي الصباح، لكن عملي في الأزياء تقدري تقولي عليه all the time. وكأم وكربة بيت ومسؤوليات الأخرى اللي بدأت عمل من فترة طويلة تكون تعودت على ترتيب صح. المسؤوليات هذه، واليوم يمكن ما يخفى عليكي صارت الأمثلة كثيرة في مجتمعنا على السيدات اللي نجحوا في تنظيم الوقت بين العمل والأسرة. الحمد لله. ستايلست 10 9. على آخر لحظة قلت خليني أغير الحزام. 5 4. آخر ثواني توتر صراحة مليون. 2 1. وخلص الوقت. ما لحقت أبدا أعطيها الشنطة بلون أحمر، لكن أنا واثقة أنا راح نفوز بهذا اللوك. سيبوا كل شيء في إيدكم وتفضلوا على الرنوي. جداً فخورة باللوك النهائي اللي طلع على الرنوي، إن شاء الله لجنة التحكيم راح يحبونا. لوك نورة موفق، تحدي جداً كبير بيننا. عاجبني الشعر، مرة فخورة ومبسوطة، فعلاً وصلت قصة اللي كنت أنا أبغى أوصلها. مرة عجبني لوك أفراح، إنسبريشن حقك جداً باين بقطعتها.
ستايلستس، شكرا على جهودكم. حابين نسمع من كل واحدة فيكم كيف نسقت اللوك حقتها. حابدأ بنورة. اللوك حقتي مستوحية من الصحراء بالمنطقة الشمالية اللي هي معروفة برمالها الفاتحة، وكمان معروفة بالخزامة. حبيت إني أضيف البيربل بأماكن بارزة، أخلي العيون فوكس الوجه الكامل، وبالشعر من وراء أعطيها تسريحات اللافندر. Thank you نورة. نيجي لللوك حق أفراح. أنا استوحيت الألوان من هضبة نجد الشامخة، هي معروفة بتدرجات البني. القطعة هذه تمثل ألوان الغروب. عندك الإكسسوارز اللي أنا ضفتها يمثل المعادن الثمينة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، طعمتها بالأشجار هذه اللي تمثل نخل. القطعة الفوقانية اللي فيها درجات الأحمر، هذه سكارف ولا شال؟ لا، هذه تنورة لبستيها. هو زي التيونيك بالضبط. طيب أبغى أعطي التقييم. حأبدأ بنورة. الكالر باليت اللي انت مختارتها عجباني، عجبني اللافندر والموف، كمان عجبني شعرها، شكلها زي الشخصيات التاريخية بالخزامة في التسريحة. عندي شوية تعقيب لما أنا أحط سكارف النهاية حقته بالعرض بهذا الشكل، وكمان تحته الكمر حق التنورة، غير كده عندي كمان خط الحزام، وهذه المنطقة أصلاً أبغى تكون انسيابية أكثر بما إني أجزئها وأقصرها. فسكارف لو كان جاء في نص البكلتين وطلع من النص بدل ما يطلع من الجنب، I would have much preferred that. غير كده إذا ما تبغينا نعرف إنه في بنطلون تحت التنور، مفروض تداري البنطلون عشان إحنا ما نشوفه. أنا رفعت الجمب سوت بالبداية بس مع الحركة والروحة والرجعة رجعت طاحت البنطلون. أنا أتفق مع ريم في قصة إن هي أصلاً قطعتين، أعطتها ثقل أكثر مما هي ترتاح العارضة فيه. اللي لفتني أكثر شيء تركيبة الألوان، اللافندر فكرته جميلة جداً، بس أنا كنت أحس إنه أفضل إذا ما لقيت صند الموف نفس الدرجة لا أروح لدرجة اللي هي ميتاليك، كان يكفيني إنه يكون ذهبي أو حتى أخضر عشان يرتبط مع اللافندر. ويعطيكي ألف عافية. شكراً نورة. حلوة إنه الشعر جاي ورا فلوي وطبيعي. الزرع اللي انت حطاه از اكسسوار للشعر ابتكرتي حاجة مرة حلوة، بس كنت أفضل إنك انت ترفعي الخصلتين اللي نازلة على الوجه، لأنه أولا غطت الحلق وفي نفس الوقت عملتي ستريس في عيونها مرة حلوين. الخصلتين دي غطت كل شيء. بالضبط. وترفعيها على ورق. هو كفكرة كلها حلوة مرة، يعطيكي ألف عافية. شكرا. حلو إني أنا أسمع الفيدباك من الجوجز وإيش الأشياء اللي أقدر أعدلها للمرة الجاية، بس إن شاء الله هذا الشيء ما يأثر مرة على علاماتي. نجي لأفراح. أنت خليتيني أشوف هضبة نجد والشفق والغروب عليها بألوانه الحمراء. أهنيكي على التخيل في ربط المشهد، لكن كان ودي برضو أشوف أحمر قطعة تانية. برضو الصندل لو ذهبي كان مش الحال، خاصة إنه الحلق مرة اختياره ممتاز، وحتى الأخضر اللي في الشعر لو خضاره مو مرة صارخ كان الأحمر مشي حاله. أفراح، اللوك جميل جداً، ملفت على الرنوي. عجبني إنك أخذتي قطعة ووظفتيها بطريقة مختلفة عن استخدامها الأساسي. عجبني الكالور باليت أيضاً، عجبني كيف دخلتي الأعشاب الصحراوية في اللوك حقك، بس استكترت الكمية اللي موجودة تحت البروش. عشب كثير لأني عارفة أنا وش أبغى أوصل بهذا الاستلهام. أفراح، حبيت الميك اب جداً. بما إنك مهدية كل شيء كان ممكن تحطي روج أحمر كده، كان مرة نورها، يمكن عمل ربط شوية برضه. شوية أي. أي. أنت اعتمدتي هدول الحلقان الكبيرة عشان شعرها قصير وتبان، بس هدول كانوا لو حطيتي نقط صغيرة ذهبية، وغير كده يعطيك العافية. مرة مبسوطة بتعليق لجنة، ما شاء الله يعني خبرة، وأكيد راح يشوفون شيء عيني غابت عنه. شكراً ستايلست رنا نجلة، خلينا نعطيهم علاماتهم. العلامة من 5-3 لأفراح و3 لنورة. أفراح عندك مني 3 ونورة عندك مني 2. أفراح علامتي لك 3 ونورة 2. أفراح مجموع علاماتك 9 ونورة مجموع علاماتك 7. مبروك أفراح، أنت الفايزة معانا. حسيتني بربح، مرة مبسوطة ومتحمسة. ومن هذا الفوز راح تطلع لك جلسة استشارة مع ضيفتنا تستفيدي منها في تحضيرك لللوك الثاني. أستاذ رنا، كمية هائلة من المعلومات الغنية راح أستفيد منها وبقوة في الستايل الثاني إن شاء الله. من الأسباب الرئيسية اللي تخلي قماش الكتان مستدام هو إنه نبتة الكتان أساساً يدخل بشكل كامل في عملية النسيج، فبالتالي ما في أي ويستج أو بواقي في عملية الغزل والنسيج. أما الحرير فتعتبر أليافه أكثر استدامة،
فهو خامة متجددة وممكن تتحلل، واستخدامات الماء والمواد الكيماوية والطاقة فيه قليلة مقارنة بالألياف الأخرى. أستاذة رنا، ممكن تعرف الستايلست بالتحدي الثاني؟ التحدي الثاني هو إنكم تبتكروا لوك صديق للبيئة من خامتين الكتان والحرير. بالتوفيق. لما سمعت حرير وكتان بدأت الأفكار تمشي في مخي. التحدي الأول أعطيت من قلب، التحدي الثاني راح أعطي من قلبين إن شاء الله. مو بالضرورة عشان أفراح فازت في التحدي هذا إنك حتفوزي كمان في التحدي الثاني. في فرصة لك أيضاً يا نورة، أبغاكم تراعوا كل الملاحظات وتبذلوا جهد أقوى في التحدي هذا. موفقين، تقدروا تتفضلوا. الحرير له خصائصها والكتان له خصائصها. أستاذة رنا راح تعطيني نصائح كيف أركب شيء في اندماج. خيارات قدامك كثيرة، فتقدري أنت يوتلايزت وتستخدميها بالطريقة الأنسب. أهم شيء طريقة ميكس الاثنين مع بعض. الحرير قماش رقيق، فلازم يكون هو البيس، ما يكون هو فوق شيء. إذا حتحطيه فوق الكتان، الكتان لازم يكون قطعة واحدة بحيث أنه ما يطلع بطريقة الفينيشنج حقها ما هو مرتب. راح أستفيد من النصائح قدر الاستطاعة. قاعدة أسوي سيرش على ناس دمجوا بين الخامتين، أبحث عن الكتان واستخدامات النبتة وقدرت أطلع منها كم فكرة، ونفس الشيء عملتها للحرير. طبعت الصور عشان أشوف وش الستايل اللي راح أطلع فيه بشكل نهائي. علقت الصور حقتي، بدأت أفكاري تصير لها كلام. جاهزة للتحدي الثاني؟ أنا عجبتني هذه اللون الأصفر، أحس أنها جذابة جداً. فخلينا نبدأ بالتنورة كأساس اللبس. أول لوك اخترت التنورة الكتان ومعها قميص قطن، مع هذه الشوز ومع هذه الشنطة. أهلاً، صراحة ودي أحط هذا الستايل. اللوك الأول بليزر الكتان لونه أزرق مع بنطلون حرير لون موف. ودي تجربينه على نفس التيشيرت الأبيض اللي عليك. أنا أحس يبينا نضيف شيء على الخصر، نعطيه شوية حركة. يمكن إذا ضفنا هذا السكار للخصر، دمجت السكارف السلك مع التنورة كتان، طريقة هادية شوية، مو مرة بارزة، بس تخليها تمشي مع بعض. ستايل حقه شوية سبانش، حاولت أني أخلي اللوك أحلى. يمكن نقدر نستخدم هذا الحبل كسلسال. حلو، بس خلينا نجرب شيء ثاني. خلينا نستخدم هذه العباية اللينن مع هذا البنطلون وهذا الشوز النيود. حاولت أسوي تفاصيل في اللوك، فرفعت الكم وجربت أربط الشيفون اللي موجود على الخصر. اللوك صراحة حلو كثير، لكن ودي تجربين هذا اللوك الثاني. اللوك الثاني بنطلون الفوشيا والبلوزة البيضاء الكتان. لما طلعت الموديل من الدريسنج روم حسيت ناقص شيء، تبي لها شوية تعديلات، ناخذها للنكست ليفل. أبغى أضيف الحرير على اللوك بطريقة غير من العادة. استبدلت القميص بالسكارف الحرير وربطتها على جسمها بحيث يكون شكل كروب توب. اللوك عجبني بس شوية عادي، ما حسيت إنه تنفع للرانواي، فراح أختار لوك جديد. خلنا نجرب فكرة التنورة كفستان وتلبسيني فوقها هذه القميص. استخدمت الكتان بالقميص مع تنورة حرير مع هذه الشوز البينك. يس.
تحطين خلال المسكين؟ الأكمام فيها حركة مرة حلوة، حطيت عليها حلق ريش مع كريستال فوشي بيتشابه مع لون البنطلون. معليش بس تلفين خلنا نشوف ستايل. اللوك حلو لكن البنطلون كان شوي واسع، فعلى طول فكرت باللوك اللي بعده. طيب ممكن تلبسين هذا اللوك؟ اللوك الثالث فستان أزرق وكورسي حرير مع نفس الشوز، تمام؟ بنات عجلوا لو سمحتوا، بقي لكم 30 دقيقة بس. الوقت قاعد يداهمني، للحين أحس إني ضايعة. إذا إحنا ضفنا هذه الشول الذهبية نقدر ناخذها للنكست ليفل. عجبتني الألوان مرة وتمشي شوية مع قصتي، لون الذهبي واللون البينك والكريمي والوايت، جمعتها بلوك واحد مستوحية من أنواع اللولو اللي هي موجودة بالمياه العذبة. I think اخترت اللوك النهائي. هذه راح نلبسها على برا، تمسكينها بس من قدام. فستان مرة واسع والكورسيه يطلع جمالية الخصر للبنت مع الهيلز وشعرها الكيرلي، صراحة أعطاني إيحاء مرة جميل. هذه براجب مغطى الكوم، حطيت فيه مغطات ورفعته عشان يعطي ستايل مرة كلاسيك أو إليجنت. حطيت الفولار من عند الصدر، حسيت أنه ستايل مرة حلو. جربت من وراء أسوي فيونكا. معليش بس تروحين تجيني أشوف الفاينل لوك. راح ألبسها الجلافز، لونه أسود يعطي لوك مرة مجنون وحلو وجريء. بدي أعطيك الشنطة، يلا مسكيها، بعطيك خواتم آخر شيء. ممكن المها تطلعين هنا خلنا نشوف الفاينل لوك. للحين مو عارفة الفاينل لوك، لكن الوقت قاعد يداهمني، فرحت الحنين عشان تسوي لي الميك اب. الميك اب ودي صراحة يكون شيء سهرة، في اي لاينر او روج. بما ان اللوك شوية جريء، وي كان جو بولد ليب. طبعا زي ما قلتي يس، وي كان اد سم اي لاينر بس عشان نعطيها حدة للعين. طيب بالنسبة للشعر ودي يكون على طبيعتها، الشعرات البيبي هير هنا والباقي يكون مرتب وسليك. ما عندنا وقت مرة كثير فلازم ننجز، وكل شوي باجي اطلع عليكم ان شاء الله. حابة أخلي اللوك شوية سيمبل بالنسبة للمكياج. يمكن نربط اللون البينك اللي بالتنورة نجيبها على الوجه. بالنسبة للوك العيون ممكن نسوي درجة خفيفة من الجولد على المدمة، وممكن الدرجة للتشيكس يكون بالدرجات اللي في التنورة. بالنسبة للشفايف تبينها الجلوس ولا مات؟ جلوسي. معناته هنا بنسوي له مات عشان يصير في تناسق في الوجه. حلو. وبالنسبه للشعر انا حابه اخذ نقاط نجله اللي قالتها بالتحدي الاول، نبعد الشعر عن الوجه عشان نبين جمال الموديل والمكياج. رنا، قد ايش تشوفي مدى الوعي بين عامة الشعب اتجاه الأزياء المستدامة وفكرة الاستدامة بالعموم؟ السعودية اليوم بدأت بقطاع الأزياء لها 3 سنين، يعتبر قطاع وليد. الواجب أنه نبدأه صح. الممارسات أو البست براكتس اللي هي متبعة في الاستدامة المفروض أننا نبدأ بيها ونثقف مجتمع الأزياء بيها. والحلو ريم أنه اليوم السوشيال ميديا مفتوحة. صحيح. والجيل اللي طالع في الأزياء مثقف مطلع، ويبهرنا أنه هو مطلع ويطرح الأفكار. دورنا في الجمعية نتبناها والمجدي منها نطوره ونكمله ونمكنه، واللي ينجح منها نشاركه. روعة الجهود هذه صراحة، وفعليا متماشي مع رؤية المملكة ومتماشي مع المتطلبات في القطاع أيضا، شيء مرة جميل. عندي فضول أعرف من ناحية المنسوجات اللي هي المتنوعة من أرجاء المملكة، إيش أشهرها؟ أكثر الأشياء اللي بتتباع أو نقدر نقول إنه قاعدة تزيد في التجارة حتى الإلكترونية في السعودية عند رائدي ورائدات الأعمال، يا بتكون القطع اليونيك اللي هم بيسووا قطعة قطعة واللي بتكون عشان تحضر بيها مناسبة، أو بتلاقي الجلابيات والعبايات المستدامة ذات الأسعار، ما هي رخيصة وجيدة. يعني أنا مرة عجبتني فكرة بعض البراندات السعودية إنه هو أصلاً بادئ البراند حقه إنه ترى أنا مستدام على هذا المبدأ. جداً مهم.
يعطيكم العافية بنات. الله يعافيك. ها فرح، فين وصلتي؟ جهزنا الميك اب بلونين متناسقين اللي هو البينك والزكري. أنا شايفة نمشاتها واضحين. صراحة ما حبيت أخفي لها هذا الشيء لأنه شيء طبيعي وناتشرال، فبيضيف مرة لمسة كويسة على الميك اب. طالما حطيتي أنت هنا دحين لمعة وجليتر ورسمتي وينج آي لاينر، إيش حابة تعملي روج؟ أنا للآن مو متأكدة من الروج وش اللي راح أحطه. ممكن تعملي بينك شوية وجلوسي شوية، أهم شيء إنه إذا كانت العين قوية الروج يكون ناعم. للمكياج أنا قلت خلينا نخلي اللوك شوية سمبل وشوية هادي. هي الألوان مناسبة جدا حبيتها، بس حابة أعرف إيش لون الروج اللي ناوي تحطيه. بيتشي بينك أكثر ماشي مع الفستان اللي هي لابسته. حلو، لور الروج نفس الألوان اللي أنت اخترتيها بس الدرجات نقطة أغمق. أوكي. عشان كل شيء فاتح وغلوسي. أوكي. حاولي إنك تسرعي عشان تكوني أون تايم. وأنا أشتغل كل شوية أخذ لقطات على أفراح أشوف وين هي وصلت، هل أنا متأخرة؟ في آخر كم دقيقة قررت أني أغير اللوك. صراحة هي مخاطرة لكن أنا مؤمنة أني راح أفوز. أفراح نورة 10 9 على آخر ثواني من الوقت بديت أتوتر مرة. 5 4 الوقت بسرعة بيمشي، توتر صراحة كان مليون. 2 ستوب لو سمحتوا، أشوفكم على الرنوي. هذا اللوك أحلى كثير من اللوك الأول، أنا راح أفوز. لوك نورة عجبني مرة، وأحس التحدي كل ما يصير أصعب. مرة مبسوطة من النتيجة اللي شايفتها، وأحس إن فعلاً هذا اللوك اللي أنا أبيه. تفاجأت لما طلعت الموديل حقت أفراح لأن غيرت اللوك تماماً من آخر لوك أنا شفته. نورة حابين نسمع منك الأول، تحكينا عن التنسيق حقك. اللوك حقي مستوحى من اللولو، شكل اللولو يعطيكي شوية من لمعة السلك. فأنا I chose هذا اللينن توب، تنورة حرير ولبستها يا كفستان. وبعدين أنا عجبني شكل هذه الكارديغان، كأنها نفس الكتان لما هي على طبيعتها. هذه الحزام أكشلي هي سكارف أنا ربطتها حول خصرها وثبتها بالإيرينجز. المكياج خليناها سيمبل عشان ما يأخذ من البزينس حقت اللوك نفسها. شكراً يا نورة. أفراح نسمع منك من فضلك. لوك كلاسيك، دمجنا الكتان مع التوب اللي فيه حرير في هذه المنطقة، كمان حطينا هذا الشعل على الرقبة. حبيت أنه يكون اللوك واسع يعني على أساس يبين جمال الكورسي على الخصر. حبيت أعمل شعرها رجع لورا يبين جمال الحلق مع تفاصيل اللبس. شكراً يا أفراح. رنا نسمع منك من فضلك. الله يعطيكم العافية، وباين وضع المجهود وأخذكم في الاعتبارات الكومنت اللي انقالت قبل. عجبني صراحة نورة 3 أشياء، استخدامك للخامات، كون الكتان دمجه مع الحرير كان بطريقة سيمبل، لكن استخدامك ذكي للقطعة كون السفلة النورة وعملتيها فستان، استخدام الألوان ممتاز، والإكسسوارات ممتازة لأنه أنت كنت قاصدة أنك تطلع البيرل أو اللولو وهذا واضح. يعطيكي ألف عافية. شكرا نورة. حبيت الألوان مع بعضها وبالذات اللون الجولد، أنا مرة يعجبني مع البينك فطالع روز جولد، والفكرة الحزام كمان جميلة. بالنسبة للميك اب والشعر أنا مرة حبيت إنه سيمبل، رفعتي له شعرها عشان فعلا يبين الحلق. مبسوطة إنك أنت أخذتي الأشياء اللي قلت لك عليها في عين الاعتبار. نورة I love the color palette. السكارف اللي استخدمتيه كحزام يدمج بين معظم الألوان اللي أنت مستخدمتها، فعمل ربط مرة جميل وفكرة مرة حلوة إنك تحطي الحلق كبكلة، فthat was genius. لاحظت إني كمان استخدمتي بانجلز عشان ترفعي الأكمام وتثبتيها بحيث إنه ما يفضل يطيح أو يفقد شكله. فthat was what I love the most about التنسيق هذا. شكرا مرة، جدا فخورة بالكومنتات اللي عطوني اللجنة، أنا قلبي طاير من الفرحة.
بالنسبة لأفراح حبيت الميك اب مرة عجبني، ستايلش وجديد، جلوي دوي الليبستيك جلوسي which is دحين مرة طالع ترند. هير ستايل عملتي ويت لوك مرة سيمبل بس حلو في نفس الوقت، والحركات اللي عملتيها فيه كمان سو ترندي. بالنسبة للأوتفيت ما في هارموني في الألوان، اللي فوق باستيل كولرز وتحت فجأة لون فلاشي، وهنا كورل على بيتش بلوفز أسود، دخلتي أشياء ما في شيء رابط بينهم. فيها ربكة النجلة ما فهمت اللوك. أفراح حابة حركة الصدر القميص مع الكورسيه اللي فيه، بس طبقة السفلي حتى لو كانت أبيض أو سكري كانت حتمشي أكتر. بالنسبة للون الشوز ووجود الجلوفز ما مفترض يكون موجود. الإكسسوار اللي مستخدمته الميتاليك هذه الخامة بتعطي شكل شوية كاجوال، خاصة إن الإشارة شكله راقي ولونه هادي، فكان يحتاج زيادة تنسيق سواء في الخامات أو في الألوان. هذا رأيها الشخصي وأنا أحترمه جداً. هنا بديت أستوعب أنه الفكرة مو واضحة. أفراح ما شاء الله الاتجاه اللي انت اخذتيه مره عجبني، الميك اب جدا جميل، بس ما عندي فضول تشيلي منها الشنطه من فضلك، شيلي منها الخواتم الله يسعدك. اوكي ممكن نفتح السكارف. لوك صار اريح. أيه. انت ما انت رايحه توجه اليجنت او كلاسيك، انت رايحه توجه خارج عن المألوف، جريء شويه. في اطار هذا العنوان اللوك اللي امامي يعقل وجميل. الزحمه حصلت لما حطينا سيلفر ميتاليك قوي ما هو متجانس مع العناصر المحطوطه، غير كده الجلوفز مشجره، غير كده سكارف مشجر تشجيره ثالثه. انا اي لايك ميكسينج برينتس، انا ماني ضد الفكره، بس البرينتس لازم يكون كمان في تناغم، لازم واحد برينت يؤدي للبرينت الثاني بشكل أو آخر. فأنا كده الموضوع خف علي لأنه already جرأة واضحة. شكرا. أكيد ريم لها نظرة تبي تشوف الستايل بشكل مختلف، لكن أنا مرة واثقة ومبسوطة أني أطلع ستايل مختلف وجريء وحق سهرة. شكرا نورة وشكرا أفراح وشكرا العارضات، إحنا حنتشاور عشان نعرف مين هي الفائزة. تقدروا تتفضلوا. أفراح المرة الأولى كانت أبسط، هي تبعت نفس البساطة ولكن بالغت في استخدام الخامات بأنها تدبل القطع في كل خامة. أنا بالنسبة للميك اب والشعر أو الساتسفاين. يلا يا رنا ونجلة خلينا نعطيهم علاماتهم. alright جدا واضح مين اللي فاز. أيوه اتفقنا؟ أوكي. أفراح ونورة شكراً على جهودكم، قدرنا نشوف النقلة في التنسيق بين التحدي الأول والتحدي الثاني، ومن هذه المنصة بيلمع اسم ستايلست واحدة قدرت تلفت نظرنا بلوك كامل متكامل بالميك اب والشعر والملابس، واستحقت لقب أحلى ستايل بجدارة. التوتر عالي جداً، أنا متوترة. أفراح في التحدي الثاني كانت مجموع نقاطك 7 نقاط، ونورة كان المجموع عندك 11 نقطة. بين التحديين المجموع التحصيلي أفراح 16 نقطة بينما نورة أخذت 18 نقطة. مبروك نورة، فزتي أنت أحلى ستايل. مبروك أحلى ستايل. أنا فزت. مرة مبسوطة ومرة فخورة بنفسي صراحة، والموديل اللي كانت معايا والهير ستايلست والميك اب ارتست كلهم ساعدوني انا افوز بالجائزة. شوي زعل لكن انا مرة مبسوطة وراضية عن النتائج اللي انا سويتها. بالنهاية الفوز والخسارة شيء حتمنه. ما في احد خسران في استوديو ستايلي، اكيد استفدتوا من الخبرات الواقعية ومن نصايحنا ووجودنا معاكم. اتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم في اعلى المراتب.